عايزين نشوف ايه اخبار الارض اللي في العامريه الاسكندريه. معانا الاستاذ رامي قشوع. اهلا بيك استاذ رامي. استاذ رامي، استاذ رامي، حضرتك سامعني؟ بتكلم مع حضرتك. طيب سامع حضرتك. قول لنا ايه اخر تطورات الوضع عندكم كده في العامريه، وانا مستغربه انه الناس دي كانوا عايزين يبنوا جامع والشرطه منعتهم، لكن ليه الشرطه، ازاي الشرطه مش قادره يعني تسلم الارض لصاحبها؟ والله يا فندم، هو الموضوع طبعا شائك من البداية. نعم. هي نقطة إن الشرطة مش ده يسأل عنه الأمن أولا، يعني لأن كان طبعا حصل اشتباك بين الشرطة وبين اللي هم الأفراد المغتصبين الأرض، وحصلت حالة وفاة. فمن بعد الموضوع دوت تحس إن في تخوف إن الشرطة تبقى متواجدة مثلا في المكان بكثافة، أو الناس يعني تتجمع الشرطة عليهم مش أو حاجات عايزة زي يحصل كده. اشتباكات تاني يعني فيحصل قتلى تانيين، يعني دي فكرة الشرطة تقريبا يعني. ممكن ده يكون وجهة نظرهم، وده طبعا المفروض ده يعني ده غير قانوني. فانا تمام. حضرتك هم طبعا حاسين ان الموضوع خلاص هيفت من ايديهم، فيعني ابتكروا نقطة انهم يبنوا مسجد في المكان. طبعا لو بنوا مسجد في المكان ما ينفعش اي مكان حد يجي ويشيل او يزيل دور عبادة، تمام، وخصوصا المسجد. فده دي الفكرة اللي هي يعني لكن طب بدأوا الكلام بيقول، الخبر بيقول ان المسجد. الشرطة قدرت ان اجبرتهم على التوقف، ازاي يعني عندها قدرة ان هي اجبرتهم على التوقف على عن بناء مسجد، لكن ما عندهاش قدرة على انها تسلم الارض لصاحبها. ف ولا يا فندم برضه، ما يعني دي حاجة اجبرتهم، غريبة يعني بصراحة. احنا انتوا معلوماتكم ايه بالنسبة لموضوع الجزء ده، ان الشرطة اجبرتهم على التوقف عن بناء جامع في الارض؟ في يعني ممكن هنقول لحضرتك ان في الشرطه بتتعاون مع مجموعه من العائلات المتواجده هناك، بحيث انها هي بتبقى مسيطره على المسجدات، او بتحاول انها ترد اي اشتباك او اي عمل يعني مخل في المكان. نعم. لكن كون انهم يعني هو المفروض قانونا ده عم حمدي هو معاه قرار تمكين، المفروض ان هو يستلم ارضه. طبعا بعد الاحداث اللي دارت زي ما بقول لحضرتك بدا يبقى في تخوف، او يمكن عشان اليومين دول يومين انتخابات وكده، فخايفين الموضوع يتطور ويبقى موضوع شائك زياده عن اللزوم. لكن فما انتوا اعرفش كده بقى هم متأكدين مأجلينها استاذ او ايه. رامي، يعني حضرتك كده متأكد انه مفيش بداية بناء مسجد او معهد ديني او الكلام ده مش بيتم في الارض، يعني من خلال وجودك لا يا يعني فندم، هو او من خلال لا تواصلك مع الناس هناك، ايه الاخبار؟ لا حضرتك، هم كانوا بدأوا الحفر. طبعا احنا عرفنا بالموضوع، وعم حمدي يعرف بالموضوع وعيلته، بلغوا الجهات الأمنية. الجهات الأمنية بعتت حد من قبل الشرطة وخلتهم ردموا المكان تاني ورجع الوضع على ما هو عليه، وطلبوا منهم انهم ما يعملوش حاجة زي كده تاني. فدي نقطة برضو الواحد يعني مش عارف يقول ايه، يعني ازاي انت قادر تسيطر ان انت تعمل حاجة زي كده، ومش قادر تسيطر ان انت تسلم الراجل ارضه طبقا للقانون. فدي حاجة بالظبط محيرة بصراحة يعني. بالظبط، ما ده السؤال اللي زي ما يعني بتعجب وبتساءل يعني مع حضرتك، وطبعا بنقول نسأل الأمن، واعتقد يعني حضرتك بس يعني اجتهدت انه ممكن يكونوا عشان الانتخابات، ممكن عشان الوفاة اللي حصلت. انا عارفة ان ده يعني مش كلام يعني اكيد، ولكن اهو بتجتهد وبنحاول كلنا نفهم ايه الفكرة اللي مخلية الشرطة لغاية دلوقتي غير قادرة على يعني تسليم أرض لصاحبها، يعني دي يعني علامات استفهام. وامتى الشرطة هتكون قادرة على انها تعمل ده؟ والشرطة لما بتبقى عايزة تعمل حاجة بتعملها، يعني الشرطة اللي بتقاوم الإرهاب واللي بيحصل ده كله مش قادرة ان هي تسلم أرض لصاحبها ليه؟ يعني حاجة صعبة. عموما بشكرك والله استاذ، يا فندم، اتفضل. وكمان يعني كان حصل في يعني عائله من ضمن العائلات كانت دخلت في الموضوع بحيث انها تهدي الموضوع، وكان تم عمل ورقه البلد كان فيها تم يعني بحيث يبقى في اتفاق بين الطرفين، ان بحيث يعني زي هدنه كده لمده 4 شهور، واتمضى عليها من طرف عم حمدي او عيلته، وما اتمضاش عليها من طرف الثاني. لا ما انا مش يعني فاهماها، الناس يعني دخلت انت تقول لا استنى بس استاذ رامي، يعني ايه هدنة بين الطرفين لمدة 4 شهور ده معناها ايه؟ واتمضى عليها من بصي طرف حضرتك، طبعا
عائلة الفويتة يعني حاطين في دماغهم إن المتسبب في وفاة أخوهم محمود هي عائلة حمد مكانوتو، طبعا ده غير صحيح، ما كانش اشتباك بين الشرطة وبينهم. فيعني في تهديد، في تهديدات كانت طبعا كل شوية تهديد متواصل من العيلة لعائلة حمدي، إنهم لو شافوا حد مثلا في الشارع هيعتدوا عليه، هيموتوه أو حاجات زي كده. في ناس دخلت في الموضوع، عيله كبيره موجوده اللي هي عيله بصله، فحبت تدخل في الموضوع. هي مش جلسه وصيه، هي جلسه اتفاق بين عيله، وجابوا عم حمدي، وكنت حتى انا متواجد في الجلسه، وعملوا ورقه زي اتفاق، بحيث ان هي بس طلبوا من عم حمدي ان هو ما يتجهش ناحيه يعني الارض، القعدة دي كان يعني فيها من تخوفا من الطرفين، الاشتباكات. يعني أستاذ رامي يعني كان في من عيلة الحوتي ناس ومن عيلة مكانوتي لا لا ناس لا تاني، لا يا فندم، كان أمال إيه؟ القعدة طرف واحد، كان عم حمدي متواجد وبعض من أفراد العيلة، وكان كبير العيلة اللي هي عائلة بفلة اللي هو الحاج سعدوي، وعمل لنا الورقة وبحيث إنها يعني الطرفين يمضوا عليها، وهن لمدة 4 شهور، من وطلبوا من امتى عم ده يا حمدي إن هو استاذ ما رام؟ يروحش ناحية الأرض. ده كان من حوالي 15 أو 17 يوم بالظبط كده. تمام. والعيلة الحاج يعني او الحاج سعداوي كان المفروض ان هو ياخد الورقة دي لعيلة الحوتي عشان يمضوها ويتم الاتفاق، يعني اتفاق رجالة، لكن هم رفضوا انهم يمضوا على الورقة دي او على الاتفاق ده، رفضوا ان هو يمضوا على الورقه، وده يدل ان هم يعني ان هي ان هي مش مش صح. كويسه، في ربنا بيات يحافظ على نيه عائلة الموضوع. مكنوتي ويحافظ على الجميع، واحنا هنا بنتكلم عن حق يعني مالك أرض الأرض يعني، فأنا يعني أتمنى إنه يكون اكيد في يعني اهتمام من قبل وزارة الداخلية والأمن والمحافظة إنه يعني تصحيح الأوضاع الغريبة دي وحماية الأسر هناك من أي تهديدات حواليهم. بشكرك أستاذ رامي، ويعني نتمنى إن شاء الله الهدوء يكون في المنطقة الفترة اللي جاية بإذن الله.